أهلا بكم إلى عالم الاقتصاد. رجحت اللجنة المالية النيابية ارتفاع حصة كردستان العراق من الموازنة المالية للعام القادم 2020 من 12.67% إلى 14%. عضو اللجنة شيروان ميرزا قال إن اللجنة بدأت تحضيراتها لكتابة مسودة موازنة العراق المالية للعام المقبل 2020، مضيفا أن المحادثات بين الحكومة في بغداد وسلطات كردستان العراق تشهد تقدما جيدا بشأن حل المشاكل العالقة بين الجانبين، لا سيما مسألة الموازنة. وافقت السلطات الإيرانية على فتح 5 منافذ تجارية وسياحية جديدة مع العراق عبر كردستان العراق. مسؤولون في مدينة حلبشة أكدوا أن إيران وافقت رسمياً على جعل منافذ كيلي وشوشمي وطويلة والشيخ صالح وبشتة منافذ دولية تجارية وسياحية مع العراق. ويشهد التبادل التجاري بين إيران والعراق تصاعداً ملحوظاً كبيراً، حيث تقدر قيمة التبادلات التجارية بين البلدين بعشرات المليارات من الدولارات سنوياً. أعلنت قوات الأسايش الكردية في محافظة السليمانية أنها أحبطت محاولة لإدخال أكثر من 21 طناً ونصف الطن من بيض المائدة إلى محافظات كردستان العراق من خلال معبر باشماخ الحدودي مع إيران. وأكدت قوات الأسايش أنها صادرت الكمية من البيض التي كانت محملة داخل حاويتين كبيرتين بسبب افتقادها للتراخيص القانونية اللازمة. قال مدير ناحية صفوان في البصرة طالب الحصونة إن إعادة تأهيل منفذ صفوان الحدودي مع الكويت ما زالت متلكة. وأضاف الحصونة أن وزارة الداخلية أحالت عقد تأهيل منفذ صفوان إلى شركتين محليتين بقيمة 50 مليار دينار، إلا أن نسبة الإنجاز لم تتخطى 15% قبل أن يتوقف العمل تماماً في المنفذ. نتابع الآن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن والنفط. بهذا نصل إلى ختام أخبار الاقتصاد، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.